بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سؤال وردني عبر تطبيق واتساب عن صوت الحمار. لماذا اعتبر القرآن أن صوت الحمار هو أنكر الأصوات؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وما الفائدة من هذه الآية أصلا؟ يعني لماذا يذكر الله تعالى صوت الحمير؟ يقول عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ماذا استفدنا من ذلك؟ طبعا هذا سؤال بالأصل يطرحه بعض المشككين والملحدين. أول شيء أيها الأحبة، صوت الحمار موسيقية، من الناحية الموسيقية لا تستطيع أن تأخذ منه نغمة موسيقية مفيدة. كل الكائنات، الطيور، البلابل، الحيتان، الفيلة، حتى القرود، تستطيع أن تأخذ جزء من صوته، الصوت الذي يطلقه، تأخذ جزء فتجد أنه متناسق نوعا ما، تجد أنه انسيابي. الحمار سبحان الله تجد نغمة في الأعلى ونغمة في الأسفل، يعني هذا الموسيقيين يعرفون هذا الكلام، نغمة في الأعلى ونغمة في الأسفل، يعني تردد عالي وتردد منخفض، ولا يوجد أي تناسق بينهم، بين هاتين العلامتين. هي ليست نغمة، هي علامة، علامة في الأعلى وعلامة في الأسفل، ولا تستطيع أن تستخرج نغمة واحدة. أنا هنا لدي فقط صوت الحمار، أحب أن يعني نسمع معاً. طبعاً أحبتي في الله، يعني صوت مزعج جدا، صوت لا يعني تستنكره. يعني قارن بين هذا الصوت وصوت مثلا الطيور، تغريد الطيور، خرير الماء، قارن بين أي صوت آخر تجد أن الأذن تستسيغه، إلا صوت الحمار لا يمكن استساغته. طيب القضية الثانية، ما هي الفائدة من هذه الآية؟ الحقيقة مشكلة الملحدين أنه يأخذ مقطعا من القرآن ثم يقول لك، يعني ثلاث أربع كلمات، ماذا قدم هذا المقطع للبشرية؟ ماذا قدم حديث القرآن عن صوت الحمير؟ ماذا قدم من فوائد للبشرية؟ وهو لم يقرأ الآية كاملة. هذه الآية أيها الأحبة وردت على لسان سيدنا لقمان عليه السلام في سورة لقمان، عندما قال لابنه وهو يعظه: يا بني، أمره بالصلاة وعدم الظلم وكذا وكذا، ثم قال له: واغضض من صوتك، يعني خلي صوتك خفيف هادئ متوازن، لا تصرخ، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هو يعطيه مثال، يقول له: اغضض من صوتك، لأن أنكر الأصوات هو صوت الحمير، فإذا ما رفعت صوتك كثيرا سوف يكون مزعجا للآخرين. والإسلام دين الأدب والذوق والجمال واللطف. الإسلام جاء ليجعل منك إنسانا لطيفا هادئا، تتحدث بهدوء، تتحدث بسلاسة. انظر إلى هذا الحمار كيف أن صوته منكر، يستنكره الإنسان. إذن هذه الآية قدمت لي أنا معلومة أن لا أرفع صوتي على الآخرين، أن لا أصرخ، لأن الصراخ لا يأتي بنتيجة أيها الأحبة. علمتني هذه الآية أن أكون متواضعا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. علمتني أن أكون متواضعا حتى بنبرة صوتي، لا أرفعها على الناس متعاليا عليهم. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لذلك هذه آية تعلمنا الأدب مع الآخرين. ولكن للأسف لاحظوا الملحدين على التعليقات، الشتائم، السباب، يسيئون للنبي. ماذا فعل لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟
يسيئون للذات الإلهية، يسيئون لكل إنسان مؤمن. ثم يقول لك نحن نتبنى حرية الاعتقاد وحرية الرأي، وكل واحد يفعل ما يشاء. ما الذي يؤذيك أيها الملحد إذا إنسان اقتنع بوجود الخالق؟ لماذا تنزعج؟ لماذا تشتمه وتسبه؟ لذلك هناك دراسة عرضناها بجامعة شهيرة أمريكية قبل فترة، وجدت أن أسوأ تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي هي تعليقات الملحدين، مليئة بالشتائم والسباب. وأكثر تعليقات أو ألفاظ مهذبة هي لمن يعني لديه سمات إيمانية للمؤمنين. إذن أيها الأحبة، ألخص هذا اللقاء. أولا، لا نستطيع أن نستخرج نغمة موسيقية مفيدة تستسيغها الأذن من صوت الحمار، على عكس بقية الكائنات، على عكس بقية أصوات الطبيعة. حتى الريح فيها بعض النغمات المتوازنة، حتى موج البحر يستسيغه الإنسان إلا صوت الحمار، سبحان الله. فهذا فيه نوع من الإعجاز. الشيء الثاني، هذه الآية هي مثل ضرب لنا لنخفض صوتنا، نتعامل بهدوء، نتعامل بتواضع، وهذه هي صفة الإسلام. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.